السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما خدنا مقدمه المره اللي فاتت عن برنامج الوتر كاد وعرفنا ايه الاوامر اللي احنا هنستخدمها وايه الحياه اللي احنا هنرسمها، وقلنا هنرسم مصدر للميه وهنرسم بايب ماسوره وهنرسم جاكشن عشان نحمل عليه البلوكات ده. تمام، دلوقتي ان شاء الله المفروض نرسم الشبكه على الوتر كاد. ده الرسم المعماري بتاعنا اللي المفروض نرسم عليه الشبكة. تمام، المفروض نصدر الرسم المعماري ده من الاوتوكاد للووتر كاد عشان نرسم الشبكة على الووتر كاد. فاحنا هنصدر دلوقتي الشبكة من الاوتوكاد للووتر كاد، بس هنصدرها زي ما هي كده ولا هنغير فيها حاجة؟ انت ممكن تصدرها زي ما انت عايز تصدرها، يعني ممكن تصدرها بنفس الالوان ده. انا ممكن مش عايزها تيجي بالالوان دي، عايزها تيجي ابيض واسود، فانا ممكن اغير اللون بتاعها، احدد عليها كلها واخش على قائمة هوم، اخش على بروبرتيز وادي لها لون تاني مختلف، وليكن مثلا اللون ده انا عايزه تيجي هناك اللون اسود او قافل شويه عشان اعرف ارسم الشبكه. تمام، في حاجه تانية عايزين برضو نلغيها، اللي هنلاقي في خط عندنا هنا لسه مقفول ما اتفتحش، اللي هو الفيجن اللي هو المناسيب بتاع الارض. فاحنا هنتك عليه، هنجيب الخط، هنلاقي هنا التك هنا كده، هنلاقي دوت كده، هنلاقي ايه عشان نظهر ايه الخطوط ديت، عشان ديت اللي احنا مش نلاقيهاش من هنا. هي مش هتعمل لك اي مشكله هناك، بس ممكن تضايقك بس في الرسم، يعني مش هتحتاجها هناك فهتشيلها من هنا. فكده الشبكه بتاعتنا هنا جاهزه عشان نصدرها من الاوتوكاد للووتر كاد. بس هي بتصدر اوتوكاد ولا بتصدر بصيغه تانية؟ لا، الووتر كاد او الصور كاد عموما ما بيستقبلش صيغه غير دي اكس اف. يبقى احنا هنصدر من اوتوكاد بصيغه دي اكس اف للووتر كاد. المفروض نيجي على سيف اس كده، تمام، ونقول له احنا عايزين نحفظ الصيغه ديت. فين هنحفظها؟ في الملف بتاع الووتر كاد نفسه، يعني في الملف بتاعك بتاع الووتر كاد. انا عندي الووتر كاد الملف بتاعنا حاطه بره هنا في فولدر 2، هنا ملف الووتر كاد. هسميها ايه؟ هسميها دي اكس اف. اي صيغه بقى، دي اكس اف 2010 2007، هناخد مثلا 2013، يبقى هي اتحفظت بصيغة الدي اكس اف، ونقول عليه ايه؟ سيف. كده هي سابت معانا بصيغة الدي اكس اف. كده المفروض نفتح الووتر كاد. تمام، ده واجهة البرنامج زي ما اتفقنا. عايزين بقى نستورد الدي اكس اف اللي احنا جبناها ندخلها دلوقتي في الووتر كاد. فاحنا المفروض هنجيبها منين؟ زي ما اتفقنا من الباك جراوند، هنخش هنا نتك هنا كده، نقول له نيو فايل. تمام، ادي هنخش على ديسكتوب في نفس الملف بتاعنا اللي احنا لسه حاطينه بره فيه، ادي نيو فولدر اهوت، هنلاقيها هي اللي ظاهره وحيده معانا ان هي دي اكس اف. تمام، دي اللي احنا لسه مستوردينها من اوتو ايه، من اوتو كاد. فهنعمل اوبن، هتفضل تحمل معانا دلوقتي عشان هتفتح، هي بتاخد وقت لحد ما تحمل. كده يا باشمهندسين، ادي التحميل بتاعنا ظهر، جات لي الرساله ديت، بقول له انا عايزها بكل حاجه، بنفس اللون، نفس كل حاجه. انا بس بقول له ايه؟ بقول له اوكي، انا عايزها باللون الابيض بنفس اللون اللي هي جايبه، انا عايزها به، اقول له اوكي. ما ظهرتش معايا، اظهرها ازاي؟ هخش هنا كده هلاقي في حاجه اسمها زوم اكستند، اتك عليها هتظهر لي الشبكه بتاعتي. تمام، كده يا باشمهندسين، ادي الشبكه ظهرت معايا هنا. تمام، اللي انا صورتها من اوتوكاد للووتر كاد بصيغه دي اكس اف. المفروض ابدا ارسم الشبكه بقى بتاعتي، ابدا ارسم المواسير في الشبكه اللي هتوصل ميه للايه، للبلوكات ديت. فاحنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، احنا اول حاجه بنبدا نرسمها اللي هو مصدر الميه، الروسيفار. ممكن يكون مصدر الميه بتاعك فوق، ممكن يكون مصدر الميه بتاعك هنا، ممكن يكون مصدر الميه بتاعك الناحيه دي، على حسب المصدر الميه بتاعك موجود فين. انا عندي مصدر الميه بتاع الووتر سورس موجود تحت هنا كده. تمام، فانا اول حاجه هبدا اخد الرصفار اللي هو مصدر المياه بتاعي اللي هو النهر بتاعي. تمام، احط هنا مثلا الرصفار، ادي الرصفار. تمام، وبعد كده باخد البمب، ادي البمب. تمام، وببدا اوصل ما بينهم بماسوره، ادي الرصفار للبمب بماسوره، وادخل احط هنا جاكشن عشان ابدا بقى ارسم الشبكه. انا شايف دلوقتي ان الايه الرسم بتاعي صغير، عايز اكبر الرسم شويه او عايز اكبر ايه الكلام ده شويه، فبخش على قائمه ايه، بخش على قائمه تولز، بعد كده اوبشن. تمام، اخش على درون اللي هو الرسم، اقول له مثلا انا عايز ده 10 وعايز ده 5 ودي تخليها لي 3. تمام، زي اخش على قائمة جلوبال في الاول تاني، اقول له انا عايز
هنا انا عايز الرسم بتاعي ما يكونش باللون الاسود، انا عايز عشان اعرف اميز فيها انا عايز الرسم بتاعي يكون باللون الاحمر كمان، يعني انا عايز الرسم يكون باللون الاحمر. ادخل اقول له اوكي عادي عشان المواسير بتاعتي تكون باللون الاحمر والجكشن يكون باللون الاحمر، عشان كده كل حاجه تبقى باينه قدامي في الرسم، وبعد كده اغير فيها او اصغر الايه الرسم بتاعي وانا برسم بعد كده عادي مفيش مشكله. يبقى انا عندي كده هنا مصدر الميه اللي هو الرصفار، وبعد كده البامب، وبعد كده جاكشن. جاكشن هيبدا يوزع كده وهيوزع كده، تمام. هبدا امشي بقى بالمواسير، هخش على جاكشن تاني، اخش ارسم بقى البايب، ارسم بايب من هنا واحط جاكشن هنا عشان احمل عليه البيوت ديت، وبعد كده جاكشن هنا، وابدا ارسم بقى الشبكه بتاعتي، جاكشن هنا عشان احمل عليه هنا، وبعد كده جاكشن هنا. مش مرتبط بمسافات انا، بس لازم عند يعني مثلا عند كل تقاطع الشوارع لازم احط جاكشن عشان انزل تحت كده، تمام. عندي مثلا حاجه زي دي كده، يعني مثلا عايز حاجه زي انا احط جاكشن هنا عادي، او مش عايز احط جاكشن هنا، انا عايز امشي بالماسوره، فبدوس كنترول واتخذ كليك شمال، الماسوره معايا ايه بتنزل تحت، هي مش بتتكسر، انا هي مش عايز احط جاكشن هنا، بدوس كنترول وبنزل تحت كده، وفي الاخر اسيب الكنترول وادوس كليك شمال احط جاكشن هنا، تمام. يعني ممكن مثلا ده احمل عليه هنا واحمل عليه هنا وده احمل عليه هنا، ممكن ارجع واحط جاكشن هنا تاني، يعني هنا لازم في هنا ممكن احط عاوز احط جاكشن هنا، فانا هي هنا كده واحط هنا واحد، يقول له اقول له يس عشان احمل عليه البيوت ديت، تمام. وابدا امشي بقى بالشبكه كلها، امشي بالشبكه كلها على حسب ماليش ايه ماليش مسافات معينة، ببدأ ارسم الشبكة كلها زي ما اتفقنا عند تقاطع الشوارع، عشان اطلع كده لازم ايه لازم احط ايه جاكشن عند كل تقاطع الشوارع، مثلا احط واحد هنا واحط واحد هنا واحط واحد هنا عشان اطلع الشارع ده، تمام. وبعد كده انا بحمل بقى بحمل ايه حمل بالطريقه بحمل التحميل على الشبكه على البيوت، يعني مثلا الجاكشن ده حمل عليه البيت ده والبيت ده، والجاكشن ده حمل عليه ده وده وده، يعني الجاكشن ده هيوزع للبيت ده والبيت ده اللي هو البلوك ده والبلوك ده. وابدا انا مش عايز اكسر الماسوره هنا، بدوس كنترول وبعمل كده، انا مش عايز اكسر الماسوره، وعامل زي كوع كده بركب كوع، تمام. ومثلا هنا احط واحد هنا، انا ليه ما خدتش الناحيه دي، لان ممكن ادخل اجيبها من فوق عادي، تمام. وهنا ممكن ايه لازم الشبكه بتاعته كلها تكون متصله ببعضها، فانا ممكن احط جاكشن هنا تاني وامشي كده وابدا انزل تاني تحت، تمام. احنا قلنا الجاكشن دوت حاجات ما بتتنفس في الواقع، يعني هي حاجة ما مش بتتنفس في الواقع، هي حاجة بس عشان بحمل عليها الشبكة، يعني باجي هنا بقول له انا البلوك ده هحمله على الايه على الجاكشن ده، والبلوك ده وانا بعرف البلوكات في الشبكة او على البرنامج بقول له البلوك ده انا البلوك ده انا هحمله على الجاكشن ده، والبلوك ده هحمله على ده وده هحمله على ده، انما هي حاجة ما بتتنفس في الواقع. فابدا امشي بالشبكه كلها بقى، ارسم الشبكه كلها بتاعتي، واحنا قلنا اتفقنا ان احنا ايه ما بنلتزمش بمسافات، ما بنلتزمش بمسافات، وعلى فكره برضو مش لازم عند كل تقاطع الشوارع ان احنا نحط جاكشن، مش لازم مش شرط، احنا واحنا قلنا الحاجات ديت ما بتتنفس في الواقع. لو شبكه الصرف كنت لازم مثلا عند كل الشارع لازم احط منهول، عند كل بدايه الشارع لازم احط منهول، انما هنا مش ملتزم او مش ملزم ان انا عند كل تقاطع احط جاكشن، لان احنا ما قلنا الحاجات ما بتتنفس في الواقع. عندي هنا زي حاجه زي كده بدوس كنترول، تمام، وبقى عشان ايه ما اكسرش الماسوره، وادوس واسيب الكنترول، اسيب الكنترول وادوس هنا ايه المفروض ما كنتش سيبته، لان في هنا برضو لسه في ميول كده، فهندوس تاني كنترول وادوس سيب الكنترول وادوس هنا كده، تمام. في حاجه يا باشمهندسين ما ينفعش احمل كده، انا ممكن امشي كده هدوس هنا واحمل هنا، تمام، احمل دي كلها ماسوره، تمام، وادوس هنا واعمل دي كلها ايه ماسوره واحده عادي، بس الماسوره ديت الجاكشن دوت ما ينفعش احمل عليه، يعني انا ما ينفعش احمل على الجاكشن اللي انا بحطه ده، ليه؟ لان دوت من جنب البيوت،
لازم احمل على الجاكشن اللي قصاد البيت بالظبط. ثواني بالظبط هوضح لحضرتك دلوقتي، هخلص ده تمام كده. بص يا باشمهندس، عندي مثلا النقطة دي، النقطة دي أو الماسورة اللي هتمشي هنا كده، ما ينفعش تدي البلوك ده لأن في هنا منطقة خضراء، دي منطقة خضراء. ثواني هوضح لك أكتر، ده هنا منطقة خضراء، في هنا شجر، فما ينفعش المية هتيجي كده، ما ينفعش تخش كده تمام. أنا مش ما ينفعش أحط هنا جكشن وأحمل هنا على البلوك ده، وما ينفعش أحط هنا جكشن وأحمل على البلوك ده، ليه؟ لأن في هنا منطقة خضراء، المية مش الماسورة مش هتعدي من المنطقة الخضراء، فأنا هحط جكشن هنا، في الجكشن ده هو اللي هيحمل على ده، هياخد ده وده تمام، والجكشن ده مثلا هياخد ده وده، وممكن بحمل على ده على حسب ما انا بحمل على كل بلوك، وده هياخد ده وده قصاده على طول. انما ما ينفعش قصاد المنطقه الخضراء ادخل اقول له انا هحمل على الماسوره دي. طب انا رسمت الماسوره دي ليه؟ انا رسمت الماسوره ليه؟ رسمت الماسوره ديت علشان لو حصل كسر في الماسوره دي، او حصل كسر، لان ده هتدخل ميه من هنا كده، يعني انا هاجي هنا كده هعمل كده وادخل ميه الناحيه دي كده، وده هنوريها للشبكه اللي مرسومه دلوقتي. لو حصل كسر في الماسوره ديت، او حصل كسر في الماسوره اللي هنا، مش هنخش بقى في الماسوره الاساسيه الرئيسيه، لا، لو حصل كسر في الماسوره الرئيسيه اللي هنا، في الماسوره ديت اللي مدخله لزون 5، في ايه هيبقى متاح ليا ان انا ادخل ميه من الناحيه دي؟ ما انت كده بتحط هنا محبس تمام، في محبس هنا، فلو حصل كسر هنا فانا ممكن افتح المحبس دوت والميه تدخل للزون ده من هنا، وهكذا نفس الكلام، انا هدخل ميه كده. لو حصل كسر في الزون في زون واحد في اي ماسوره من الدخله ليها، فانا ممكن ادخل ميه كده تمام. انما ما ينفعش احمل على الجكشن هنا، ما ينفعش احمل على البلوك ده، الجكشن هنا ما ينفعش احمل على البلوك ده، التحميل بيبقى هنا كده تمام. ديت يعني ايه، رسمنا حاجه مؤقته، زي هنا دي كمان نفس الكلام فوق اهي، ما ينفعش الماسوره بتاعتي اجيب ماسوره كده، ما ينفعش الماسوره تيجي كده، ما ينفعش الماسوره كده واحمل عليها دي كده، ما ينفعش طبعا، لا، الماسوره بتاعتنا تيجي من هنا كده من عند الجكشن ده وهتمشي كده، فتمشي في الشارع ده كده تمام، وده هيتحمل عليها، وهيبقى في هنا جكشن هيتحمل على ده، وهيتحمل على ده، وهيتحمل على مثلا ده تمام. طب انا برضو همشي ماسوره من هنا، بس الماسوره من هنا دي تمشي لي عشان ممكن توزع عليها الناحيه دي، عشان لو الماسوره دي اتكسرت، هنفرض مثلا انه حصل كسر في الماسوره هنا ديت، فهيبقى معايا حاجه مساعده ان هي تخش الناحيه دي او تدخل الناحيه دي تمام. تمام، هنتعال نشوف بقى الشبكه اللي هي مرسومه معانا جاهزه، وهنوضح كل حاجه عليها. ده الشبكة بتاعتنا جاهزة اهي، ده مصدر المية بتاعي اللي هو رسفار، وبعد كده البامب، بعد كده جاكشن، بعد كده بدأت ايه، بدأت ان انا امشي الناحية دي والناحية دي تمام. زي ما اتفقنا دوت مش متحمل عليه خالص، دي كلها هتلاقيها ماسورة واحدة، ودي كلها ماسورة واحدة بس، ده كلها مساعدة بس عشان لو حصل كسر في الماسورة اللي هنا مثلا، حصل كسر في اي ماسورة دي، يعني دي شايف ديت بدخل هنا، بدخل اللي تحت ده، افرض مثلا حصل كسر في الماسوره هنا، فيبقى انا عندي حاجه ده ادخل له ميه كده، اهي الميه داخله كده والميه طالعه فوق تمام، يبقى انا مش هحمل عليها، هي هتكون معايا لو حصل كسر في المواسير تمام، وممكن افتحها برضو اللي هي تدخل ميه من الناحيه دي تمام. وزي ما اتفقنا برضو كده فوق ده، اهي ديت ماشيه كده، ادي الشبكه بتاعتنا اهيت، اهي ديت ماشيه كده اهي، بنفس الوقت ديت لو حصل كسر هنا ولا حاجه يبقى في الميه ايه، يبقى ديت بتوزع الايه لكده. ده شكل الشبكة بتاعتنا بعد ما اترسمت كلها كاملة. ممكن اخفي البيز ماب من هنا، وممكن افتحها تاني من هنا، يعني ممكن كده لو اتجاه كليك شمال اخفي البيز علامة صح، مش علامة صح، بخفي البيز ماب واحط علامة صح، بسيب البيز ماب. ده رسم الشبكة بتاعتنا كلها، يعني من الحاجات المهمة وانت بتحمل الشبكة او الرسم بتاعك، متمشيش بمسافات معينة تمام، ومبتحملش الشبكة قال كل جاكشن قصاد البلوك، والجاكشن حاجه ما بتتنفس في الواقع، دي حاجه بس انا بقول له ان انا احمل، انا محمل الجاكشن ده على ده، محمل البلوك ده والبلوك ده والبلوك ده على الجاكشن ده، والبلوك ده وده وده على الجاكشن ده، يعني انا هاخد ميه من ده ومن ده من هنا، واخد ميه من ده وده وهنا تمام. هي كلها حاجات ما بتتنفس في الواقع زي ما اتفقنا. ده رسم الشبكه بتاعتنا كامله بلا استثناء اهيت، ده مصدر، ده الميه بتاعتنا ماشيه كده. بتاع الاقطار بقى والتحميل ده كله هنعرفه الفيديو الجاي ان شاء الله.
احنا في الفيديو ده هنبدأ بقى نحمل الشبكة، هنبدأ نعرف الباترن، هنبدأ نعرف الاصفار، هنبدأ نعرف البامب بتاعنا ونحط له الكيو بتاعتنا قدين. وده احنا بنصمم مع كيو ماكس هاور، فاحنا المفروض ندخل الكيو ماكس هاور للبامب. تمام، هنبدأ نحمل على الشبكة نفسها على البلوكات ده، اشوف كل بلوك من زون، من كل زون هياخد كام كمية مية، واعرفه للجاكشن ده. يعني الجاكشن دوت مثلا انا هحمل عليه ده وده وده، فانا عندي البلوك في زون 5 مثلا، قلنا الفرد بياخد 225 لتر، فهشوف هو بياخد البلوك كامل في كام فرد. وانا احمل على الجاكشن ده كام بلوك، وادخل الجاكشن ده من الضمانة اعرفه، وابدا اعرف كل البلوكات كلها، كل الجاكشن كله على كل بلوك وكل زون، لان الكيو بتاع كل زون مختلفه. لان زي ما اتفقنا زون واحد مثلا مباني من الدرجه الاولى، زون اتنين مباني من الدرجه التانيه، زون تلاته مباني صغيره، زون اربعه برضو نفس الكلام، زون خمسه مباني صناعيه، فزون خمسه تاخد كميه ميه اكبر، فعشان كده تحس ان الاقطار اللي فيها داخل لها كميه ميه اكبر. فدي ان شاء الله هنعرف في الفيديو الجاي. دلوقتي احمل على الشبكه كامل، عشان بعد كده ان شاء الله هنعرف الاقطار ونبدا نفنش الشبكه على الايه الووتر كاد. فديت اهم حاجه ان انت ترسم الشبكه صح، يعني ترسم الشبكه صح. يعني انت ممكن ما تمشيش كده خالص، ما فيش مشكله، لو يعني انت مش عايز تمشي كده خالص وهتحمل على الشبكه ده. بس انت مثلا لو حصل لك كسر زي ما اتفقنا هنا، يعني هتدخل ميه منين؟ يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي كنت لازم نشيك عليها، ان انت مثلا لو حصل لك كسر هنا مثلا ممكن تخسر الماسوره ديت، عشان تشوف الكيوب بتاعتك الميه هنا هتمشي قد ايه. ما انت لو حصل لك ماسوره هنا، انت عايز الميه تدخل هنا، حصل كسر في الماسوره دي زي ما اتفقنا، البلوك ده والبلوك ده هيجي لهم ميه منين انت محملهم عليهم؟ فلازم نجي لهم من الناحيه دي. تمام، فلازم نيجي من الناحيه دي، فانت لازم يكون عندك بديل لكل حاجه. يعني مثلا حصل كسر في الماسوره، يبقى لازم يكون عندك بديل ان الميه هتلف من الناحيه التانيه وتيجي نفس البلوك. حصل كسر هنا، تمام، يبقى حصل كسر، الميه اللي جايه هنا، تمام، يبقى الميه هتيجي من فوق كده هتنزل تحت هنا، او الميه هتيجي من هنا هتيجي هنا. لو حصل كسر هنا على البلوك ده، تمام، يبقى الميه هتيجي من كده تدي الماسوره دي، تدي البلوك ده. تمام كده، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.